هوريكم دلوقتي اكزامبل يشرح اللي انا كنت لسه بقوله. منساش انا عامله. انا مش هشرح بالظبط ايه اللي اتحصل في السيشن لان مش ده غرض الحلقه دلوقتي دي. انا هوريكم بس البورتس يعني فكرتها ايه وايه الاصوات المستخدمه علشان اعمل اغنيه كامله. دي اغنيه كنت عاملها لصديقي خالد حلمي وصديقتي اميره فراج، من الاغاني اللي بحبها يعني. فهوريكم الاغاني المفروض نبتديها ازاي او بتتعمل ازاي. دلوقتي احنا عندنا طبعا ده يعني باختصار شديد يعني عندنا مثلا اللحن هو عباره عن كده. خلصت كده انا برضو مليت من العتاب، مليت خلاص من كل ده. خلصت كده فاكرة ده بيبقى مثلا ده جزء من الكوبليه اللي هو يعني مطلع الاغنيه. انا بقى دوري ان انا احط كل التراكات اللي انتوا شايفينها دي عشان في الاخر تتحول لاغنيه فيها ايقاع وفيها هارموني وفيها 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 والكلام ده كله. نحط كل الكلام ده، اوريكم بقى جزء جزء برضو بسرعه يعني عشان ده مش يعني انا بس بوريكم الفكره يعني. في مثلا بيانو زي ده، ممكن نحط عليه layers زي ما انا قلت، نحط عليه حاجات تانية. ده بيانو صوته واضح قوي، التاني بيانو صوته مكتوم، فالاتنين مع بعض يعملوا contrast. وفي صوت هنا بنسميه pads. pads دي بيبقى اصوات كده متصلة ببعض، صوت اتموسفيرك كده، برضو بيتلعب طبعا ان هارموني وبيعمل برضو بيدي مساحة حلوة للأغنية. الجزء ده احنا بنسميه الكيز، او ده الجزء اللي بيلعب الهارموني وده اللي بيسابورت الهارموني بشكل كبير يعني. بعد كده عندنا مثلا بيز، ممكن يبقى عندك اكتر من بيس في نفس الاغنيه. ده صوت اسمه صب، ده بيبقى صوته حلو مع الدرمز ان هو بيتقل الحته اللي تحت خالص اللي هي الحته الغليظه يعني في الاغنيه. وممكن برضو هنا حاطط برضو اعتقد كيس تاني زي دول. في بقى الجزء الإيقاعي اللي هو الدرامز بقى والإفكتات وكده اللي هما دول. وفي الجيتارات، الجيتارات دي طبعا اتسجلت بجد يعني، في جيتارست جه لعب الكلام ده. في سترينجز، دي برضو سترينجز اتسجلت بجد. ممكن طبعا ادخل آلات شرقي زي مثلا ناي، برضو بيلعب زي الميلودي. لو جمعنا توزيع مع بعض وهتسمعوا ان كل حاجة بتجامل التانية. Thank you.
بس زي ما انتوا شايفين كده ان يعني لو جينا اختصرنا اللي انا بقوله ده هنلاقي ان معظم التوزيعات البرودكشن المودرن بيبقى فيها طبعا مش لازم يعني ممكن تعمل اغنيه زي ما انت عايز ممكن فيها اغاني كتير ما بقاش فيها ايقاع اصلا بس يعني هنفترض ان الاغنيه دي كامله فبيبقى فيها درمز وبيبقى فيها بيز وبيبقى فيها كيز الكيز دي بقى ممكن يبقى فيها بيانوز او رودز او حاجات تانية وممكن بقى لو انت عايز ممكن تزود كمانجات جيتارات او آلات شرقي او كده وبيبقى فيه الغنى بس الغنى بتخلص يعني بس طبعا بيبقى فيه شغل كتير قوي عشان تعرف توصل للصوت اللي انت عايزه الاغنية تبقى غنية يعني على الاخر يعني طبعا برضو مش كل الحاجات دي غرضها ان هي تتسمع بوضوح جدا لان في الاخر انت عايز وانك مش تركز مع ده كله هي الحاجات دي كلها بتسبورت لاينين ثلاثة في الاغنية بالكتير اللي انت البروديوسر بقى هو المهندس الصوت بيوجهوك كمستمع يعني المفروض تسمع ايه يعني والحاجات التانية بتتقل بس الموضوع بتخليه اغنى يعني بس ده باختصار جدا فكرة الميوزك برودكشن عموما يعني في بقى الحلقات الجاية بقى ممكن هعمل سيريز تانية بتفتح سيشن وهنشوف بقى كل سيشن بالظبط اتعمل ازاي من الاول للاخر واحنا هنا بقى في السيريز دي هنكمل برضو الدروس للمبتدئين ونبتدي بقى نتعلم ازاي نوزع من الاول خالص لحد الاخر يعني ان شاء الله.